السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو تحت الطلب ديالكم غادي نعطيكم اهم المواضيع اللي يقدروا يتحطوا نهار الامتحان الجهوي واللي معلقين بالمسرحية ديال اونتيغون. بين قوسين بزاف منكم كيسولوني واش ضروري خاص يكون البروديكسيون اكريت معلق باحدى الروايات اللي كتقراوها هاد السنة. بطبيعة الحال اي سوجي كيتعطى كيكون عنده علاقة يا اما بلا بواطا ميرفي يا اما باونتيغون يا اما بلو ديرني جور دان كونداني. داكشي علاش كيقولوا لك عطينا دي زيكزامبل. لي زيكزامبل ما غاديش تجيبوهم من الحياه ديالكم العاديه، لا غادي تجيبوهم من الروايات اللي قريتو بطبيعه الحال. بزاف منكم عندهم مشاكل في البرودكسيون اكريت، علاش؟ حيت ما كاينش فوكابولير. الفوكابولير منين كتجيبوه؟ الفوكابولير كتجيبوه من القراءه ديالكم للقصه او المسرحيه اللي عندكم، ومن انكم تبقاو تقاتلوا مع لي كيسيون ولا ما عرفتيش السؤال تشوف لا ريبونس وتحاول تفهمها وتعقل كيفاش كتكتب هاد الكلمات اللي غادي يعاونوك. هي الطريقه باش انكم تقدروا تجمعوا الفوكابولير اللي غادي يعاونكم في البرودكسيون اكريت. ونبداو على بركه الله اول سوجي. Nombreux sont les gens qui considèrent Antigone comme une personne située anormale. عدد كتير من الناس كيعتبروا أنتيغون أنها هي واحد الفتاة اللي عنيدة أي أنورمال، يعني ماشي عراسة قاسح وماشي يعني بحال البنات الآخرين. Contrairement à sa sœur Ismène, elle est l'ex d'elle, l'ex d'elle Ismène, qui est une fille qui aime la vie, qui est une fille qui aime la vie. Antigone, une fille qui aime la vie, c'est une fille qui aime la vie, c'est une fille qui aime la vie. Ismène, fille qui aime la vie. Lequel de ces deux personnages a attiré votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples? Il y a une personne qui a été ou qui a le caractère de la personne. اي شخصيه عزلتي سواء اونتيغون سواء اسمان غادي تعطيني حجج علاش عزلتيها دابور او سويت اونفا. وما بين هاد الحجج هادو ملي تكون تقدمهم اعطي مثال، يا اما تعطي مثال في الحجه الاولى او الحجه الثانيه او الحجه الثالثه. انت لك كامل الحريه، ليسونسييل انكم ديروا مثال. ما لقيتوش امثله ماشي مشكل، المهم ماشي تكتبوا بزاف. سوجي نيميرو 2. Antigone ne veut plus renoncer à son projet d'enterrement du cadavre de son frère Polynice. Antigone ne veut pas traiter le projet d'elle, qui est le défunt d'elle, juste d'elle, l'ex d'elle, Polynice. Rédiger un texte argumentatif dans lequel veut présenter les causes, les conséquences et les solutions de cette attitude. Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Tenez texte argumentatif, غادي تقولي شنو هما الاسباب والنتائج والحلول ديال هاد التصرف هذا ديال اونتيغون، يعني علاش هاد اونتيغون السبب اللي خلاها انها تبقى متشبته وما تراجعش على البروجي ديالها، والنتائج اللي غيخلفوا هاد التصرف هذا ديالها، وشنو هما الحلول ديال هاد الشيء هذا. طبيعه الحال ثاني تيكست ارغومونطاتيف غادي تعطيو دي زيكزامبل باش هكا تزيدوا تعزوا البرودكسيون اكريت ديالكم. بالنسبه للناس اللي عندها مشكل حاولوا واخا تكتبوا غير ربعه ديال السطوره، واخا تكتب غير المقدمه ولا تكتب جوج سطوره في العرض، المهم حاولوا ديروا واحد لي فور باش انكم تبداو تجاوزوا العراقيل اللي عندكم في البرودكسيون اكريتو. ان شاء الله مني غادي نلقى شي فرصه غنبدا نصح معكم هاد لي سوجي هادو، يعني حاولوا تخدموا عليهم في اقرب وقت. ندوزو باش نشوفوا السوجي نيميرو 3. Certaines personnes choisissent de mettre fin à leur vie en se suicidant. بزاف الناس كيعزلوا انهم يعني وضعوا نهايه للحياه ديالهم بالانتحار. Qu'en pensez-vous? شنو كيبان لك انت؟ Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous donnez votre point de vue en le justifiant par des arguments précis. غادي تعطي الراي ديالك، والراي ديالك بطبيعه الحال غادي تعزيه بحجج. والانتحار عندنا اونتيغون فقط، حيت اونتيغون غادي تعزل الانتحار باش هكا تهنى من بزاف ديال الحوايج، يعني وتبين انها ريسبونسابل. من بعد غادي ينتحر الخطيب ديالها ومن بعد الام ديالو، يعني الانتحار كاين فقط في المسرحيه ديال اونتيغون. يعني الامثله اللي غادي تجيبو غادي تجيبوهم من اونتيغون. Sujet numéro 4. Dans le mythe d'Antigone, Éthéocle et Polynice ont usé de la violence pour résoudre le problème du pouvoir. يعني في الميت دانتيغون اللي ديجا شرحنا، يعني قبل ما تبدا عندنا المسرحيه ديال أنتيغون، إيثيوكل و بولينيس الخوت ديال أنتيغون اللي هما إيثيوكل و بولينيس أون أوزي دو لا فيولونس، استعملوا العنف بو ريزودغ لوغ بروبليم دو بوفوار، باش أنهم يحلوا المشكل ديال الحكم اللي عندهم. كيف عارفين حنا
ان من بعد الموت ديال اوديب ايثيوكل هو اللي حكم العام الاول، ومني جات النوبه في بولينيس العام الثاني ايثيوكل ما بغاش يعطي الاخ ديالو الحكم. دونك اشنو داروا؟ هذا بقى متشبت بالحكم ديالو بالعرش ديالو بولينيس باش ياخذ البلاصه ديالو اللي كانوا متفقين عليها في الاول، يعني التجأ العنف في الحرب اللي عنو الخوت بجوج على بعضياتهم ماتوا فيها بجوج. باكو سيكون ايزو مور توليدو، يعني ماتوا بجوج في هذه الحرب هذه النتيجه ديال العنف اللي استعملوا. Pensez-vous que le recours à la violence c'est le moyen le plus efficace pour atteindre un but? واش كتظن ان اللجوء الى العنف، الاستعمال ديال العنف هو واحد الوسيله اللي فعاله باش اننا نحققوا الهدف ديالنا؟ Répondez à cette question dans un texte argumentatif illustré d'exemples précis. Alors, تجاوب على السؤال هذا، يعني واش اللجوء الى العنف كيعطي نتائج وكيحقق لك الاهداف ديالك، تيكست argumentatif وغتعطي امثله. Sujet numéro 5. Certaines personnes n'acceptent pas que les parents interviennent dans leur prise de décision. بعض الافراد ما كيبغيوش ان الوالدين ديالهم يدخلوا ليهم في القرارات ديالهم. Qu'en pensez-vous? اشنو بان لكم نتوما؟ Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous donnez votre point de vue en le justifiant par des arguments précis. يعني انت واش مع ولا ضد الفكره ديال ان الاباء عندهم الحق انهم يدخلوا في القرارات مثلا ديال الابناء ديالهم؟ الا كنتي مع غتعطي دي زارغومون، كنتي كونتر غادي تعطي دي زارغومون. وبطبيعه الحال دائما كنعطيو امثله. اخر سوجي اقترحت عليكم هو هذا. كريون كخوا كو سون دوفوار اي دو ليسي لو كادافر دو بولينيس son enterrement à l'encontre Antigone veut rendre des funérailles dignes d'un héros à son frère. Crayon qui donne un nom le wajib dialo un nom يخلي الجثة ديال بولينيس بلا ما تدفن، يعني عبرة لخرين. على العكس ديال أنتيغون اللي بغات دير دوك المراسم ديال دفن الخوا بحال شي، يعني بغات دير لي المراسم ديالو بانه بطل ومات في ديك الحرب. Êtes-vous pour Antigone ou pour Crayon? Développez votre point de vue avec des arguments et des exemples précis. يعني انت واش عجبك الفكره ديال أنتيغون انها بصح عندها الحق وبغات تدفن الاخ ديالها وتكرمه بالدفن ودير ليه المراسم ديال الدفن بحال شي بطل، ولا انت مع القرار ديال كريون انه يخلي الجثه ديال بولينيس بدون ما يدفنها باش تكون عبره للاخرين؟ يعني كل واحد غادي يعزل الجهه اللي هو متفق معها، وطبيعه الحال اي جهه عزلتي خاصك تكون موجد ليها لي زارغومون باش هكا تعزز البرودكسيون اكريت ديالك. ديجا حطيت لكم فلاشين بزاف ديال الجمل باش اللي كيعاونوكم انكم صوبوا مقدمه وتعاونوا شويه في العرض، وفي نفس الوقت الخاتمه. ما هاد الكلمات هادو ما كيجيوش دائما، او هاد الجمل ما كيجيوش دائما مع جميع لي سوجي. الخاتمه باينه، يعني دائما غادي نبقاو نحفظوا جمله ونبقاو نديروها دائما في الخاتمه. المقدمه كنحاول نبدلها على حساب السوجي، واش كيهضر على شي ظاهره، واش كيهضر على هادي. يعني خاص الجمل اللي نحفظ ديال المقدمه يكونوا متنوعين باش اي سوجي تعطى ليا نحاول نسلق راسي معاه وندخل جمله مع جمله ونصوب مقدمه. ماشي ليسونسييل انكم تكتبوا بزاف، ولاني داكشي اللي يكون مكتوب يكون مفهوم وما فيهش الاخطاء بزاف. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، وإلى معلومة جديدة. وتسنوا إن شاء الله الفيديوهات اللي غادي نبدأ اللوح إن شاء الله باش نصحح هاد لي سوجي. حاولوا أنكم تبدأوهم، ولا بديت نصححهم إن شاء الله غنبدا نصحح بالترتيب اللي عطيتكم.